إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سير الآيات، الآيتين الأخيرتين من سورة الأعراف في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك، يأمره بذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك من أنواع الأذكار التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا الدعاء من المخلوق، فإن المخلوق إذا ذكر ربه فقد دعاه. واذكر ربك في نفسك، بمعنى أنه يخفي ذكره لله عز وجل، فيكون ذكره في قلبه، ويكون ذكره بلسانه، ويكون ذكره لله أيضا بأفعاله، وكل العبادات قولية أو فعلية، قلبية أو لسانية، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل ما أخفاها الإنسان كان ذلك أدعى إلى الإخلاص، إلا الأذكار التي يشرع إعلانها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خوفا من الله سبحانه وتعالى وتضرعا إليه بالذكر والدعاء، ودون الجهر من القول، بمعنى أن الإنسان يحرك لسانه بالذكر بحيث يسمع نفسه، ولا يقتصر الذكر على القلب بدون تلفظ باللسان ودون الجهر من القول، ووقت الأذكار بالغدو، الغدو الصباح أول النهار والأصال آخر النهار، فهذان الوقتان فيهما فضل عظيم. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويدخل في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة الفجر هذا في الصباح، صلاة العصر في المساء، للغدو هذا فيه صلاة الفجر، والآصال فيه صلاة العصر. ثم قال: ولا تكن من الغافلين، أي الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقطع الصلة بالله عز وجل، وأيضا يحصل على القلب منه غفلة. وإن الذي ثم ذكر سبحانه الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى،
فالله جل وعلا تذكره الملائكة في السمع ويذكره المؤمنون في الأرض. إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته بل إنهم يعبدونه بأنواع العبادات لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يركعون ويسجدون لربهم عز وجل. إن الذين عند ربك وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يديمون عبادة الله وذكره لا يستكبرون عن عبادته. فمن استكبر عن عبادة الله فهو كافر. إبليس لما استكبر عن عبادة الله وأبى أن يسجد كما أمره الله لآدم طرده الله ولعنه، فهو رأس المتكبرين عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. فالمستكبر يكون كافرا أشد الكفر ويكون مآله إلى النار. فالملائكة لا يستكبرون مع جلالة قدرهم قربهم من الله عز وجل وعظم قواهم وخلقتهم، لا يستكبرون عن عبادة الله، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يسجدون لله عز وجل إجلالا لله وتعظيما لله وطاعة لله، ولا يستكبرون عن السجود كحالة المشركين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، نسأل الله العافية.